كيف تقيم استجابة وتعاطي الأجهزة الأمنية والاستخبارية مع أزمة المختطفين؟ حيدر التميمي يقول: يتوغل الحزن في قلوبنا حينما نقرأ هاشتاغ الطفلة العراقية أنقذوا بابا، ولم أجد موقفا أو اصطفافا حكوميا معها ولو على مستوى المواساة بالمجاملة أو ببيان لا فعل بعده. كالعادة الحزن، كل الحزن، أن نفقد الثقة بالحكومة التي من واجباتها حماية رعاياها وتعزيز الثقة بين الشعب وحكومته. للأسف نحن نحو الأسوأ يوما بعد يوم. علي خلف: بالرغم من عدم تفاعل السياسيين العراقيين مع هذه الحادثة وانشغالهم بالتحالفات والمكاسب الحزبية والشخصية، إلا أنه منذ ليلة أمس والاجتماعات مستمرة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي مع القيادات الأمنية لغرض تشكيل عمليات خاصة بالحد من العمليات الإرهابية وتأمين الطرق، وهذا ما نتج عن اعتقال مجموعة إرهابية لها صلة بحادثة الاختطاف التي حصلت على طريق بغداد كركوك. علي عبد الحسين: على الحكومة العراقية أن يكون إعلامها صادقا أمام المجتمع ولا تكيل بمكيالين، تعلن في الإعلام كذا وكذا والحقيقة غير ذلك، وهذا ما يسمى بإعلان إشاعة أمل، أي في الحقيقة لم تطبق الحال إلى واقع عملي ملموس. أما في تويتر، عبد الباسط البدراني يقول: تظهر حقيقة أمرهم أنهم لا إنسانية لهم، وأن الإنسان العراقي لا قيمة له إلا قبل الانتخابات. لو كان الاختطاف قبل الانتخابات لرأيتهم يتسابقون لحلها، أما بعد إجراء الانتخابات فلا تثمر لهم بمكسب دنيوي، أعني أنهم لا ينظرون لرضا الله فهم يرضون نزواتهم. وليد ليجل: أعتقد أن لوسائل التواصل الاجتماعي دور في تحفيز الحكومة أمنيا وتفاعلها بشأن قضية المخطوفين، وعلى الدولة وضع خطة أمنية محكمة لتأمين طريق كركوك بغداد والقضاء على الخلايا النائمة هناك. بلال الجميلي: ليس هناك تصور واضح ومنطقي لدى الأجهزة الأمنية للتعامل مع عمليات الاختطاف، والتجارب السابقة أثبتت أن الأجهزة الأمنية تحتاج إلى إعادة هيكلة سواء في الاستراتيجيات والخطط أو تشكيل القطاعات. فعل الإرهاب فعله في الموصل من تدمير وتهديم للبنى التحتية والمواقع الأثرية القيمة التي خطت حضارة عمرها آلاف السنين. فيديو اليوم مشاهدينا وثقه الناشط المدني محمود النجار من داخل الموصل، وجه من خلاله رسالة إلى المعنيين ومن يهمهم الأمر لأخذ دورهم الحقيقي في إعادة وإعمار تلك المدينة المنكوبة بالحقائق والأرقام والصورة تحكي عن نفسها. اتصل بي أحد الأشخاص ويقول بنتي الصغيرة تحت الأنقاض لحد الآن، ومدى أقدر أطلعها من البيت اللي تفجر. زين إيش قد بعد باقي جثة تحت الأنقاض؟ منظمة الأمم المتحدة تعلن تسوية أكثر من 15 حي سكني من أصل 54 حي سكني في مناطق موصل القديمة. الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تعلن عن تدمير وتفجير أكثر من 8764 منزل في عموم أنحاء مدينة الموصل. ميزانية محافظة نينوى لعام 2016 تقدر ب 395 مليار دينار عراقي، وخفضت هذه الميزانية في عام 2017 إلى 300 مليار دينار عراقي. زين وين تروح هذه الفلوس كلها؟ وليش ما تعطون تعويضات للمتضررين؟ البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعلن تكلفة تثبيت الوضع في جانب الأيمن من الموصل وإعادة الحياة كأن تكون قابلة للعيش فقط من جديد بنسبة تقدر ب 700 مليون دولار أمريكي. فكيف ستستطيع الحكومة العراقية توفير هذا المبلغ، وكيف سيتم إعادة إعمار الموصل؟